العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القرب وتقلع به الحوائج وتنور به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الأمام بأجير الكرام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معظم لك. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن المبين إلى حضرة نبينا وخليله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات ساداتنا البدريين والأهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا، وإلى حضرات جميع الأولياء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض وإلى مغاربها. اللهم زدهم فضلا على فضلهم، وشرفا على شرفهم، وكرامة على كراماتهم. اللهم علي درجاتهم في الجنة. اللهم أظلم قدرهم وأجذل ثوابهم وأكرم مثواهم وأكثر كراماتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا وفرج عمومنا واكشف كروبنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.